طبعا السنن الشرعية هي التي أمر الله بها. لما نقول سنن شرعية هي ما أمر الله بها أو أمر بها الرسول، هذه السنن الشرعية. أما السنن الكونية فهي هذا الكون، الشمس تطلع من المشرق، تغيب في المغرب، النجوم تظهر في الليل، الهواء يأتي كذا، هذه كلها سنن كونية. أوقع الليل يأتي ثم النهار، يتبع بعضهما بعض أحدهما الآخر، وهكذا. هذه السنن الكونية، والله أعلم.